احنا عندنا يقولوا لي اليوم الحديث عن ميزانيات الجهات الملحقه. قلت شو اوصف فيك شو اخلي منك؟ لعب في لعب، رواتب، ميزات، مميزات، قياديين ما تداوم، ما تبي تنجز، ميزانيات متخمه بمصاريف ما تتناسب طرديا مع الايرادات. دوله احاديه الدخل الى اليوم، الى اليوم واحنا نحكي دوله احاديه الدخل معتمده على نفط. عايز تقول انا شخصيا وعيزه واخواني يقولون نوعوا في الايرادات، خلي يكون هناك تنويع. قلنا اكثر من مره، عطينا حلول. كانت عندي مشكله مع وزير الماليه وما زالت، انه هو غير كفء لاداره الحاله الماليه للدوله. بدلاله ياتنا ازمه كورونا عرتنا، فسختنا، خلتنا فعلا ما احنا عارفين شلون نرتب الحلول الاقتصاديه المضبوطه للخروج من هذا النفق المظلم. انا اشهد لكم واشهد لسمو الرئيس وفريقه، من البدايه كانت اداره الازمه زينه. تم انشاء لجنه، كذلك لجنه عليا للتحفيز الاقتصادي، تراسها محافظ بنك مركزي مو وزير ماليه، عشان يعطينا رؤيه ومسار. قلنا ماشي. تم تنفيذ حرف منها؟ ابدا. يا سمو رئيس مجلس الوزراء كان ياسس لجنه ثانيه اسمها الاصلاح الاقتصادي، مو برئاسه وزير ماليه، لا 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 لا، ماكو ثقه بالاداء. برئاسه شخص يدير هيئه تشجيع الاستثمار المباشر تتبع لوزير تجاره. شلون؟ وبتعطونا حلول؟ انا اتكلم عن حاله ماليه للدوله، الى اليوم هناك عجوزات في كل مكان سمو رئيس. تبي تعطيني الحين ان لجنه الاصلاح الاقتصادي تبي تبين دراسه اثار وتداعيات كورونا؟ كورونا بشهر 3؟ خلنا نعطيك موارد اخرى للدخل. خلنا نطلع من هذا العنق الزجاج الخانق المتمثل في ضيق ايرادات. دوله احاديه الدخل، اكرر، تركيبه سكانيه مختله. طلعت يا سمو رئيس قلت لنا 70-30، اصلا النسبه ما كانت منطقيه. تركيبه سكانيه مختله. وقفتوا شعب الكويت على ساق، الا الطيارات تجي الا ما ترد. كل هذيل الثقل على بنيتك التحتيه. ليه اليوم ما عندنا رسوم على الطرق؟ ما تاخذوا رسوم على الطرق، وافدين في ديارهم في مصر يدفعون تول، تول يدفع، هني ما عندنا. الخطوه الوحيده اللي اقدر اشهد لكم فيها لما الهيئه العامه للاستثمار بروحهم، مو لان الوزير قال، بروحهم وبإشادة منك سمو الرئيس، لما سووا الاسيت سواب. أو ما يسمى بتبادل الأصول، إن الأصول المتدنية أو ذات العوائد المتدنية في الاحتياطي العام تم استبدالها مع صندوق الأجيال. هذه خطوة زينة. تيون تقولون عطونا قرض عام، تبون قرض عام نعطيكم قرض عام، بس قولوا لنا وين بيروح؟ ما هي قنوات الصرف؟ ما يصير تقول أبي 20 مليار وإنت أصلاً 8 منهم بتسدد عجز حالي.